استمرارا لمسلسل التصفية الجسدية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن مقتل 11 شخصا وصفتهم بالإرهابيين، فضلا عن اعتقال 6 آخرين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران معهم. البيان أيضا أشار إلى أن الضربة جاءت بعدما رصد ما وصفه بمخطط يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية في شمال سيناء ضد منشآت هامة ودور عبادة للتأثير سلبا على استقرار البلاد. تأتي هذه العملية بعد 4 أيام على اعتداء مسجد الروضة في سيناء. وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول السيد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. وكذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، أرحب بك معنا، وأبدأ مع ضيفي من إسطنبول. السيد مصطفى عزب، هل لديكم معلومات مؤخرة عن ما جاء في بيان الداخلية عن مقتل 11 شخصا وضبط 6 آخرين يعني كانوا على وشك القيام بعمليات إرهابية كما قالت وزارة الداخلية مصطفى؟ يعني لسنا حتى الآن لا يوجد حتى الآن معلومات دقيقة حول هذه الواقع. نحن نتحدث بشكل واضح جدا هنا عن قيام وزارة الداخلية كل فترة بتصفية عدد من المواطنين المصريين، ثم تقوم باختلاق روايات حول مقتلهم نتيجة اشتباك مسلح. كل هذه العمليات وكل تلك البيانات تأتي متشابهة تماما، متطابقة تماما، متناصة في كل حرف فيها باختلاف التواريخ والأماكن وأسماء القتلى فقط لا غير. كل الرواية الأمنية هي ذاتها في كافة الجرائم. هذه الجرائم الحقيقة لم يفتح فيها أي تحقيقات قضائية حتى الآن، لم نتمكن نحن بعد تواصلنا مع الجهات الأمنية في مصر وبعد تواصلنا مع أسر الضحايا الذين تقدموا بلاغات إلى النيابة العامة وإلى جهات التحقيق في مصر بفتح تحقيقات حول مقتل زويهم وطلب الاطلاع على تقارير الطب الشرعي النهائية الخاصة بتلك الحالات. لم تتمكن أي من الأسر أو لم نتمكن نحن كمنظمات حقوقية عاملة في الملف المصري من الاطلاع على أي من تلك التحقيقات أو أي من تلك التقارير، وبالتالي تظل تلك العمليات كلها في إطار الشكوك والشبهات التي توجه فيها أعصاب الاعتماد إلى وزارة الداخلية. في العديد من الحالات الأخرى استطعنا توثيق حالات تعرض للاختفاء القسري، ثم بعد ذلك ادعت الداخلية مقتلها في اشتباك بعد اختفائها في أقبية وفي سجون وزارة الداخلية لمدة أشهر. هذا الأمر قمنا بتوثيقه ومراسلة السلطات الأمنية فيه. نعم، ابقى معي سأعود إليك، لكن سيادة اللواء، ما رأيك في كلام السيد مصطفى عزب الذي يبدو أنه يشكك في روايات الداخلية الخاصة بمقتل ليس مقتل من قامت الداخلية بقتلهم اليوم، ولكن حتى على مدار السنوات الماضية، وأنهم جزء منهم يكونون في أقبية وزارة الداخلية، ثم تدعي بعد ذلك وفقا لروايات أن الداخلية قامت بقتلهم في عمليات مسلحة؟ أرصد أولا رؤيته، رؤية ضيفك ونظرته للأمر، وكأن الداخلية تختلق وكأنه لم يشاهد أو لم يسمع عما حدث داخل مسجد الروضة إطلاقا. لم يرى هذا، ولم يرى أن لهم حقوق، ولم يرى حقوق الإنسان أو مجالها بالنسبة لهؤلاء الشهداء الذين واساهم العالم كله، لكن المنظمات الحقوقية لا ترى سوى حقوق الإرهابيين، لا ترى سوى حقوق الإخوانجية، لا ترى ولا تعمل إلا في إطار معين، فلهم نظرة خاصة بهم هم فقط، وتباعدوا تماما عن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والمحلي، وبقيت لهم الرؤية الخاصة، وما زالوا يعيشون في السيناريو اللي وضعوه وفقا لرؤيتهم، اختفاء قسري. وقد عفى عن الزمن على هذا الكلام المغلوط كلية، يقوم ابتداء بتحرير محاضر لأنهم اختفوا قسريا وهم منضمون إلى الجهات الإرهابية. لما النهاردة أطلع أضبط واحد مطلوب لازم يكون مطلوب في محاكمة أو صادر عليه حكم، وبالتالي هو يعلم تماما إن قضايا الإرهاب أكثرها على الأقل بتبقى عقوبتها المؤبد، وبالتالي أنا لما أجي أقبض عليه لازم يبتدي بالاعتداء عليا بإطلاق العين النارية وبالقنابل والإرهاب اللي إحنا شفناه وسامعينه ورصدينه. تتوقع مني ايه؟ صحيح. طب سياده اللواء، هل يعني اسمح لي، لان بيان وزاره الداخليه، اسمح لي سياده اللواء، بيان وزاره الداخليه لم يوضح هذا الامر، هل سقط عدد من المصابين مثلا في صفوف الداخليه اثناء هجومها على هذه الخليه الارهابيه وفقا لما جاء في البيان؟ اعتادوا باطلاق الاعيره الناريه، مش هم بس،
لا لا، انا فاهم حضرتك قلت لي، انا فاهم ده يا سيادة اللواء، عفوا انا بسألك، هل سقط اي قتيل او جريح في صفوف وزارة الداخلية؟ لم يتم التوضيح حتى الآن، لأن تعرف الأمور دي كمان بترتبط بنواحي إنسانية وعاطفية وتبث الطمأنينة داخل أفراد هيئة الشرطة، ولا يمكن النيل من 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 أي شيء يبث فيهم يكون هدفه بس طيب الإشاعة أو غيره، وبالتالي في بيان تفصيلي هيصدر. لكن مبدئيا هؤلاء مطلوبين في قضايا إرهابية، ووضع طبيعي جدا انه يكون معاهم سلاح، زي ما انت شفت سيادتك في عمليه مسجد الروضه، واضح جدا انه بيكون معاهم قنابل، واضح طيب. جدا طيب بيكون معاهم يعني طيب ابقى معايا حتى نعطي فرصه للسيد مصطفى يرد على اتهامات حضرتك الموجهه الى المنظمات الحقوقيه بشكل عام، انكم مصطفى دائما تقفون في كما يقول سياده اللواء في صفوف الارهابيين من وجهه نظره، ولا ترون ما حدث لبراء الناس في مسجد الروضه وغيره. تفضل. يعني بالعكس، نحن أكثر وأول متضامنين مع ضحايا مسجد الروضة. هذا الاعتداء المجرم الإرهابي الغاشم الذي قامت به مجموعة مسلحة قليلة في ظل غياب أمني كامل لمدة 3/4 ساعة، مجموعة قليلة جدا 12 مسلح على حد قول شهود العيان، تفتك بالمصلين فتكا، تقتلهم قتلا بطيئا، إطلاق الرصاص لمدة 3/4 ساعة لم يقترب فرد أمن واحد. كافة الصور، كافة الفيديوهات التي عرضت من مكان الحادث بعد انتهاء الإرهابيين من مأرضهم وقتلهم من قتلوا ونفاد ذخيرتهم وانصرافهم آمنين، تمام، تعرض وجود لكن فرد على أمن فكرة واحد فقط. ان كل من يقتلون يا مصطفى، كل من يقتلون في عمليات الداخلية، يعني هم يردون على الداخلية بإطلاق النيران، وبالتالي لا مفر من يعني من القيام بتبادل إطلاق النار معهم، هكذا يقول الفكرة. أن هذه الفكرة العبثية، أن نقول أن هناك هجوما في الروضة، فتذهب الداخلية إلى شخص أيا كان هذا الشخص ثم تقوم بإطلاق الرصاص عليه لتدغدغ مشاعر الجماهير وتقول أن هؤلاء هم من فعل هجوم الروضة، وبعد كل حادث إرهابي تقوم الداخلية باستهداف أشخاص برآء وفقا لما تم توثيقه من قبل وترك القاتل الحقيقي طليقا. نحن نطلب أن تقوم الداخلية باعتقال القاتل الحقيقي لهؤلاء الأبرياء، لا ليس أي شخص. كيف نعلم نحن ذلك إلا عن طريق تحقيقات قضائية شفافة؟ إذا ترفض الداخلية حتى هذه اللحظة والأجهزة القضائية فتح تحقيق وإطلاع أي جهة عليه حتى أسرة القتلى، من حق الداخلية أن تستخدم القوة إذا ما وجهت باستخدام القوة، لكن كيف يطمئن جهات التحقيق، وكيف تطمئن جهات الرقابة، وكيف يطمئن المجتمع المصري أن الداخلية لا تقوم بقتل أشخاص خارج إطار القانون؟ كيف يأتي تصريح لرئيس الدولة يقول أنا سنرد بقوة غاشمة أي قوة ظالمة؟ هل هذا منطقي؟ هل تقوم الدولة بالثأر كمثلها كمثل المواطنين؟ الدولة تقيم العدل وتحقق الانصاف القانوني للضحايا وتحقق الانصاف القانوني والأمن للمواطنين. السيد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، كنت معي عبر سكايب من إسطنبول. كذلك أشكر سيادة اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كان معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل المسائية وفيها ارتفاع عدد ضحايا مذبحة مسجد الروضة إلى 309 قتلى، والهلال الأحمر بشمال سيناء يقول إن 90% من رجال وأطفال قرية الروضة قتلوا في المذبحة.